ننتقل من جيل الثورة إلى جيل الاستقلال، وكنا نتطلع ونتمنى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الانتقال آمن وسلس كما تم هذا الانتقال في المؤسسة العسكرية من الصائفة الماضية من جيل الثورة إلى جيل أبناء مدرسة أشبال الثورة، بحيث أصبحنا مطمئنين على مشروع الأمة الجزائرية، مشروع النوفمبري، بأنه تم توريثه في المؤسسة العسكرية، وكنا نتطلع بأن يتم نفس الشيء على مستوى المؤسسة السياسية والمدنية والاقتصادية وغيرها.